إن العمل جميعاً بتكاتف وتآخر من أجل رفعة ونهضة هذا الوطن، فكل فرد منا له دوراً جوهرياً في تحقيق المنجزات وتزيين المهمات من أجل بناء كويت المستقبل. متواصلين معكم أعزائي المستمعين مع رواد التنمية ورائد من رواد التنمية الأستاذ علي حسن، رئيس اتحاد جمعيات السهالة الذكية ونائب الاتحاد التعاون العربي. أستاذ علي، قلت أنت كثير من المهام الأساسية حق الاتحاد، ولفت انتباهي قلت خدمات مشتركة وشراء محلي. الشراء المحلي شنو بتسوون بالشراء المحلي، أو إذا فعلا أنت سويتوا، يعني هل هناك طرق لتخفيض الأسعار؟ مرات نشوف أسعار بالمئات مختلفة، إذا صار شراء جماعي قلنا والله هذا منتج مال التعاونيات، فعلا من مرة في الشراء المحلي. هل فعلا في نتائج واضحة ولا كل واحد قاعد يسعر كيفه؟ طبعا هو من هذه السياسة، التجارة سياسة تعامل، يعني أنت دائما لما تروح تاخذ يعني شغله فرديه غير لما تاخذ جمله. صحيح. حتى التاجر يقول لك تاخذ مني قطعه دينار، تاخذ مني 12 قطعه اعطيك الدرجن ب 10 دنانير. صحيح. فانت مستفيد كمستهلك فرق الجمله. فطبعا القانون، قانون التعاون سواء القانون القديم 24 او القانون الجديد 118/2013، هذا اعطى واجاز للجمعيات التعاونيه مجتمعه سواء في المحافظات او مجتمعه في الكويت انها تعمل على عمل يعني حل جماعي لشراء الجماعي دي، بالتالي يجب ان هم يعملون على هذا الجانب للشراء المحلي حتى اول شيء يحصلون على السلعه بكميه اكبر، تخزين اكبر، بجوده عاليه وبسعر منخفض جدا، فبالتالي يعود على المستهلك بوضع هامش الربح 10%. وكذلك هذا يشكل ضغط على التاجر لما يشوف ان شراء جماعي من مجموعه معينه لا يستطيع ان يعني يعطيهم سعر يخالف الواقع، فبالتالي يحرص ان هذه الشراء الجماعي احسن لك تاجر، افيد له، يتعامل مع جهه واحده افضل ما يتعامل مع 58 جهه. لذلك الاتحاد نظم هذه العمليه امانه، يعني والاتحاد